فتح مكة، ثم قصة حاطب، ثم إسلام أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وإسلام أبي سفيان بن حرب. ثم كان بعد ذلك فتح مكة. قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن فتح مكة، قال: هو الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. هذا هو فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، وكان سبب ذلك الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان قد عقد صلح الحديبية مع كفار مكة، وذكرنا أن من شروط ذلك الصلح أنه من أراد من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخل وعهده، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش وعهدها دخل، فدخلت بنو بكر مع قريش في عهدها، ودخلت خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في عهده. وكان بين خزاعة وبني بكر ثأر في الجاهلية قبل أن يدخلوا في ذلك الحلف، وسبب ذلك أن رجلا يقال له مالك بن عباد حليفا لآل الأسود بن رزين من بني بكر، خرج هذا الرجل تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدا عليه أهل خزاعة فقتلوه وأخذوا ماله، وذاك كما قلنا قبل الإسلام بمدة. عند ذلك عدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فقامت خزاعة وعدت على ثلاثة من بني بكر فقتلوهم، فلما جاء الإسلام حجر بين الفريقين وانشغلوا به عن أنفسهم وثأرهم، ولكن بني بكر ما زال لهم ثأر عند خزاعة. لما تم الصلح ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، اغتنمت بنو بكر فرصة أمن خزاعة منهم، وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة ثأرهم القديم، فخرج نوفل بن معاوية الديلي في جماعة من بني بكر، وذلك في شهر شعبان من السنة 8 من الهجرة، فأغاروا على خزاعة ليلا، وكانت خزاعة على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا، فقامت قريش وأعانت بني بكر بالسلاح، وقاتل رجال من قريش كذلك في ظلمة الليل مع بني بكر ضد خزاعة، حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، يعني دخلوا المكان الحرام، وذلك أن خزاعة ما كانت متأهبة لحرب. فلما انتهوا أي خزاعة إلى هذا المكان الحرام، قالت بنو بكر لقائدهم: يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك، يعني يحرم عليك أن تقاتلهم في الحرم. فقال قبحه الله: لا إله اليوم يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ فدخلت خزاعة إلى مكة، ولجأوا إلى دار بديل ابن ورقاع الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع، وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة، إلى حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد أنشد بين يديه قال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا،
ثمة أسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتونا بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. عند ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: نصرت يا عمرو بن سالم. هذه القصة في إسنادها ضعف، ولكن أهل السير اتفقوا على ذكر هذه القصة، وليس كل شيء في السيرة يوجد له إسناد صحيح، ولذلك ذكر أهل العلم أن السيرة مما يتسامح في ذكرها، خاصة إذا كان الأمر لا تتعلق فيه أحكام ولا اعتقادات. أحست قريش بغدرها، حيث إنها ساعدت بني بكر على خزاعة، بل وشاركت في القتال، فقررت أن تبعث أبا سفيان قائدها ممثلا لها ليقوم بتجديد العقد وتجديد الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك ليعيد للعقد المهدر حرمته. قدم أبو سفيان المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال: يا بني، أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ يعني أنت لما أبعدت الفراش إكراما لي أم أبعدت إكراما للفراش عني؟ فقالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس. فقال: والله لقد أصابك بعدي شر. وهذه أيضا، يعني هذه القصة سنادها ضعيف، ولكن لا يبعد أن تكون قد وقعت. ثم خرج أبو سفيان من عندي بنته حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه، يعني في تجديد الصلح، فلم يرد النبي صلى الله عليه شيئا، فذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه، أي كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. الذر له النمل الصغير الأصفر. ثم جاء، أي أبو سفيان، فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة، فقال: يا علي، إنك أمس الناس بي رحما، غراب بيني وبينك. وذلك كما نبهنا أكثر من مرة أن علي بن أبي طالب وأبو سفيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقون كلهم في عبد مناف، فقال: إنك أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا، اشفع لي إلى محمد. فقال علي: ويحك يا أبا سفيان، لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. هذا أدب علي رضي الله عنه مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالتفت أبو سفيان إلى فاطمة، انظروا كيف، يعني هو يعني أحس بالغدر الذي وقع منهم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لفاطمة: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس، يعني الحسن ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه، فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس. ثم تأتي الكلمة الطيبة التي قالتها فاطمة رضي الله عنها: وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأس أبو سفيان فقال: يا أبا الحسن، يحادث عليا، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني. فقال علي: والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، يعني قريشا، فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال: أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله ما أظنه، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان في المسجد، أي في مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. أجرت أي سأجير بين الناس، ثم ركب بعيره وانطلق. ولما قدم على قريش قالوا ما وراءك، ها ماذا فعلت؟ جددت الصلح؟ الأمور كيف هي؟ ما وراءك؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، يعني أبا بكر، ثم جئت عمر بن الخطاب فوجدته أدنى العدو، يعني قريب العداوة، ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم، قد أشار علي بشيء صنعته فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. فقالوا هل أجاز ذلك محمدا، يعني أجاز جوارك هذا؟ قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل اللعب بك. قال لا والله ما وجدت غير هذا. عند ذلك علم الناس أن قريشا نقضت العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغثها في بلادها، يعني سأل الله تبارك وتعالى أن لا تعلم قريش بخروجه صلوات الله وسلامه إليهم. وهنا وقع حادث غريب ما كان يمكن أن يقع ولكن قدر الله جل وعلا، وذلك أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاطب ابن أبي بلتعة كتب إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، أي كتب إليهم كتابا رسول الله يتجهز للدخول إلى مكة، ثم أعطاه امرأة وقال لها سارة، وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها وما أخبرها، فقط أعطاها هذه الورقة فجعلت الكتاب في قرون رأسها. أنا قلت ورقة، قد لا تكون ورقة لأنه ما كان عندهم أوراق ولكن يكتبون على الجلود وغيرها. الشاهد أنها جعلت الكتاب في قرون رأسها، أي في نسميها العشايف، اللي هي قرون المرأة، الجذايل، كل هذه يعني هي تسمى القرون. ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب. أليس النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تبارك أن يأخذ العيون عنه؟ حاطب أخبره أو أرسل هذا الكتاب مع هذه المرأة يخبرهم، نزل الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن هذه المرأة أو إن حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا مع امرأة يخبر قريشا بخروجك إليهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو خلف هذه المرأة، فقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، مكان وقال له روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب، ضعينة امرأة معها كتاب إلى قريش، فانطلقوا حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبريل أخبره، فأوقفوها وقالوا لها معك كتاب؟ قالت ما معي كتاب، ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي رضي الله عنه أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، أو ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، يعني عندك كتاب، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب، وفي رواية أو لننزعن الثياب، وهذا جائز، وذلك أن الأمر إذا كان بهذه الخطورة وعلموا يقينا كما هو الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة معها الكتاب جاز لهم أن يبحثوا عن الكتاب ولو جردوها من ملابسها، وذلك وإن كانت هذه مفسدة، ولكن المفسدة التي ستحدث لو أخذت هذا الكتاب معها أعظم. فلما رأت الجد من علي قالت أعرض، يعني صد عني، فأعرض فحلت قرون رأسها وأخرجت الكتاب فدفعته إليه، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتع إلى قريش،
يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال: ما هذا يا حاطب؟ أراه الكتاب، ما هذا يا حاطب؟ فقال: لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت وما بدلت، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش، لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون به قرابتي. عجيب. اعتذر حاطب، ما هو العذر؟ قال: لي أولاد وأقارب في مكة، وأنا لست من أهل مكة، وإن كنت أعيش فيها لكني لست من أهل مكة، فأخشى على أولادي وأخشى على قرابتي الذين هم هناك، فإذا علمت مكة أني أرسلت هذا الكتاب وكذا قد لا يضرون قرابتي ولا يؤذونهم. وفي رواية: وقد علمت أن الله إذا أراد أمرا أمضاه، يعني هذا الكتاب لا يقدم ولا يؤخر. عند ذلك قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، دعني أضرب عنقه فإنه قد خان الله ورسوله. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، إن حاطبا قد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدرك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. إن حاطب ابن أبي بلتع شفع له ماضيه، وذلك أنه كان ذا سابقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وأحدا والخندقة وغيرها من المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر وترك الأهل والأولاد في سبيل الله تبارك، فكانت هذه الغلطة مما غفرها الله له مقابل ذلك الأمر العظيم الذي قدمه لله ورسوله. وفي قول عمر رضي الله عنه: إنه قد نافق، يقول ابن القيم: إن المسلم إذا نسب أخاه المسلم إلى النفاق والكفر متأولا وغضبا لله ورسوله ودينه لا لهواه، فإنه لا يكفر بذلك، بل لا يأثم به، بل يثاب على نيته وقصده. وفي حاطب نزل قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. وهكذا الآيات من سورة الممتحنة، بيّن الله تبارك وتعالى الحق الذي يجب أن يلتزمه المسلمون في حياتهم. تحرك جيش النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، بعد 10 أيام منه خرج صلوات الله وسلامه عليه من المدينة إلى مكة شرفهم الله تبارك وتعالى،
وذلك في 10,000 من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان من بني سليم 1,000، ومن مزينة 1,000، ومن غفار 400، ومن أسلم 400، وطوائف كثيرة من قيس وأسد وتميم وغيرهم، والمهاجرون والأنصار من الأوس والخزرج. المهم أن عدد جيش النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرج إلى مكة 10,000. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة لقيه عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان قد خرج مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، فسار خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية. أبو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وهو غير أبي سفيان ابن حرب صخر بن حرب، ذاك من بني أمية، هذا من بني عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. ولقيه كذلك ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية، أخو هند بنت أبي أمية، أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وهذا عبد الله بن أبي أمية هو الذي منع أبا طالب من أن يقول لا إله إلا الله لما جلس عنده هو وأبو جهل، ومنعاه من أن يقول كلمة التوحيد. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، مسلمين جاء مسلمين فأعرض عنهما صلوات الله وسلامه، لما كان يلقاه منهما من شدة وأذى صلوات الله. وكان أبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم في شعره. فقالت له أم سلمة: يا رسول الله، لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك؟ هذا أخوها وذاك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، لا يكون أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث، لما تضايق أبو سفيان بن الحارث ذهب إلى علي رضي الله عنه، لأن علي ابن عمه كذلك، فذهب إلى علي فقال: يا علي، إني قد جئت مسلما مهاجرا إلى الله ورسوله، ما بال رسول الله يفعل بها كذا؟ فقال له: أما علمت ما فعلت أنت برسول الله؟ تهجوه وتؤذيه، أيضا أنت الذي فعلته عظيم. فقال: فما أصنع؟ هنا تنبه علي رضي الله عنه إلى قضية مهمة، وهذا يدل على ذكاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستحضاره للأحداث. الشاهد أن علي بن أبي طالب قال له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهي، فقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، أي كما قال إخوة يوسف ليوسف. فجاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله بوجهه وقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكون مثل أخيه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ بلى، قال كما قال أخوه يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقال أبو سفيان: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران، أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هاد غير نفسي ودلني، على الله من طردته كل مطردي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: أنت طردتني كل مطردي. الله أكبر. وكان حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رد على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذه قصيدة حسان التي رد بها على أبي سفيان حين هجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات
تلطمهن بالخمر النساء فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن نفع البلاء شهدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا نقوم ولا نشاء وقال الله قد سيرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء فنحكم بالقوافي من هجانا ونضرب حين تختلط الدماء ألا أبلغ أبا سفيان عني مغلغلة فقد برح الخفاء بأن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء هجوت مباركا برا حنيفا أمين الله شيمته الوفاء أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدلاء هذا شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول والله لشعر حسان أشد عليهم من وقع النبل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه في الطريق قبل دخوله إلى مكة والناس صيام حتى بلغ مكانا يقال له الكديد ماء بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر الناس معه قال ابن عباس صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر وهكذا هي السنة أن الإنسان إذا سافر مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر إن صام فحسن وإن أفطر فلا بأس وإن كان هناك مشقة فالصوم محرم لا يجوز وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لما رأى الرجل ساقطا قد أغمي عليه من التعب ثم أمر بالماء فشرب صلوات الله وسلامه عليه وأمر من معه أن يشربوا وأن يفطروا صلوات الله وسلامه عليه قال العباس والله إني لأسير على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل ابن ورقاء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج كان أبو سفيان وبديل بن ورقاء قد خرج من مكة يتحسسان توقع النبي سيأتي لك ما يعلمان متى فقال أبو سفيان ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا يرى النار من بعيد التي يعني هي مكان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يرى نارا بعيدة وعسكرا فقال ما رأيتك الليلة نيرانا قط ولا عسكرا فقال بديل هذه والله خزاعة خمشتها الحرب يعني جاي تنتقم فقال أبو سفيان خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها يقول العباس سمع العباس هذا الكلام من بعيد يقول فعرفت الصوت فقلت أبا حنظلة حنظلة ولد أبي سفيان أخو معاوية ويزيد يزيد بن أبي سفيان غير يزيد بن معاوية قال أبا حنظلة فقال أبو سفيان أبو الفضل يعني عرف صوته قلت نعم قال ما لك قال فداك أبي وأمي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش والله يعني جاء قريش الشر الآن سيقتلون فقال أبو سفيان فما الحيلة فداك أبي وأمي قال العباس والله لئن ظفر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضربن عنقك طيب ليش ما ضرب عنقه لما جاءه في المدينة لأنه كان رسولا والرسل لا تقتل كان رسولا يمثل أهل مكة ما تقتل الرسل لكن الآن يقتله النبي صلى الله عليه وسلم لما لا قال فاركب في عجز هذه البغلة اركب معي
حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب أبو سفيان ورجع صاحبه يقول فجئت به، فكلما مررت على نار من نيران المسلمين، يقول العباس، قالوا من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، يعني يسكتون. يقول حتى مررت بنار عمر فقال من هذا؟ وقام إلي، فلما رأى أبا سفيان معي قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. يعني لما جئتنا أنت في المدينة بيننا عقد وعهد، ما استطعنا أن نفعل لك شيئا، الآن انتقض العهد، جاء الله بك. ثم خرج عمر يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو العباس بن عبد المطلب يقول وركضت البغلة فسبقت، يعني سبقت عمر أسرع منه، فاقتحمت عن البغلة يعني نزلت، فدخلت على رسول الله ودخل عمر، فقال عمر يا رسول الله هذا أبو سفيان دعني أضرب عنقه. فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرته. يقول ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه أكثر الكلام أضرب عنقه كذا، قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي ما قلت مثل هذا. شوف العباس يعني مع أبي سفيان للقرابة أولا بني عبد مناف، ثم كذلك الصداقة التي بينهما. فالعباس يقول لعمر يقول لو كان من بني عدي من قومك ما حرصت أنك تقتل هكذا. فقال عمر مهلا يا عباس، إيش هذا الكلام، ما يصلح هذا الكلام، مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، لأنك يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. يعني القضية ما هي قضية قبيلة وغيرها، لكن هذا عدو الله، فرصة أن نقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، خذ أبا سفيان فإذا أصبحت فأتني به، يعني قبل جواره صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت به، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئا بعد. يعني لو أعلم أن في إله آخر كان الآن دافع عني ومنعني خلاص، يعني أنا أقر أنه لا إله إلا الله. قال ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. فقال له العباس ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم أبو سفيان وشهد شهادة الحق. قال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخرة فاجعل له شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. دخول مكة وتحطيم الأصنام. في صباح 17 من رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى يرى الجيش وهو يمر. يقول ففعل، فمرت القبائل، كل قبيلة معها رايتها، كلما مرت به قبيلة يقول يا عباس من هذه؟ فيقول سليم، فيقول أبو سفيان مالي ولسليم، ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فيقول مزينة، فيقول مالي ولمزينة، ما هذا الناس كثرة، حتى نفذت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال مالي ولبني فلان، ما لنا طاقة نقاتل كل هؤلاء. يقول حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار،
لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني بس العين ترى من الحديد. قال سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال نعم، فإذن هي النبوة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر سعد بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني نقتلكم في الحرم، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني أن يقتل في قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم العفو صلوات الله وسلامه، العفو عند المقدرة. قال بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل أن اللواء لم يخرج عن سعد وأنه دفع إلى الزبير، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه أخذ اللواء من سعد بن عبادة خشية أن يقتل من قريش. فدخل أبو سفيان وقال لقريش قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك، ما تكفينا. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وأصبحت أم القرى وقد قيد الرعب حركاتها، واختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة يرقبون مصيرهم وهم واجمون، ما يدرون ماذا يحدث. وخرجت مجموعة تريد الدفاع، تريد القتال، منهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ورجل يقال له حماس بن قيس، واجتمعوا في مكان يقال له الخندمة. وهذا الرجل حماس بن قيس كان يجهز سلاحا له، فقالت له امرأته لماذا تعد هذا السلاح؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أسرى ويكون خدما لك. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، يعني جاهز ما عندي أي مشكلة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعار المسلمين على ثلاث، أما المهاجرين فكان شعارهم يا بني عبد الرحمن، وأما الأوس فكان شعارهم يا بني عبيد الله، وأما الخزرج فكان شعارهم يا بني عبد الله. دخل الجيش وما واجهوا أي صعوبة في الدخول إلى مكة، وأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل ممن مع خالد كرز بن جابر وخنيس بن خالد، كان قد شد عن الجيش. ولقي خالد أهل الخندمة عكرمة
وصفوان وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وغيرهم، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا وانهزم الباقي، وانهزم حماس بن قيس، فدخل على امرأته وقال: أغلق الباب. فقالت: أينما كنت تقول؟ إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، أين هذا كله؟ فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني لو شفت اللي شفته ما عدلتيني وإنما عذرتيني. فأقبل خالد حتى وصل الصفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، ودخل المسجد الحرام وأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف في البيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنم، فجعل يطعنها بالقوس ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآلهة كانت قبل قليل آلهة مقدسة تعبد وتدعى ويستغاث بها، أما الآن فهي جص وتراب، كما قال نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، ثم دخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى هناك وكبر في نواحي البيت ووحد الله سبحانه وتعالى، ورأى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، أي فعل أهل الجاهلية، فقال: قاتلهم الله، والله ما استقسما بهما قط. ثم أمر بالصور فمحيت، ولم يصلي في البيت حتى محيت الصور، فلما محيت صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين داخل الكعبة، وهذا فيه دليل على كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور. ثم جلس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه مفتاح الكعبة، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني أعطنا مفتاح الكعبة مع السقاية التي لنا، صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له، فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم أعطاه المفتاح وقال له: خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. واستمرت مفاتيح الكعبة مع بني شيبة، يقول ابن حزم: فهي اليوم في ولده، ابن حزم يقول هذا الكلام سنة 56 و400، واليوم في يومنا هذا في سنة 19 و400 و1000 من الهجرة، والمفتاح ما زال مع بني شيبة ولا يأخذها منهم، أي هذه المفاتيح، إلا ظالم. وقيل إن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكنه ضعيف لا يصح سندا. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، يعني مات، يعني يقول: أشوى أن والدي مات وما سمع هذا الأذان، فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله
لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم. والنبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه، ولكنه الوحي من الله تبارك وتعالى. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. فقال بعضهم هي سنة الفتح، فاتخذها بعض قواد سنة إذا فتحوا بلادا من البلاد صلوا 8 ركعات، وقال بعضهم هي صلاة الضحى. وأجارت أم هانئ حموين لها، أراد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر، فجاء حتى جاء بأبيه يقوده لأنه كان أعمى. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أجيئه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أسلم تسلم. فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب ولا تقربوه سوادا. وهذه العائلة عائلة أبي بكر، أسلم الجد وهو أبو قحافة والد أبي بكر، وذلك أن اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. عثمان أسلم والد أبي بكر، وأبو بكر أسلم، وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم. وهذه العائلة الوحيدة التي 4 كلهم صحابة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، 4 هؤلاء كلهم أسلموا. ويصدق هذا على 4 آخرين: عبد الله بن الزبير، أمه أسماء صحابية، جده أبو بكر صحابي، وجد أمه والد أبي بكر الصديق صحابي كذلك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دماء 9 نفر كانوا من أكثر المجرمين إجراما، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقياس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان أي جاريتان كانت تغنيان تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب التي وجد معها الكتاب الذي أرسله حاطب. أما ابن أبي السرح فجاء إلى عثمان واستجار به، ذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع به، فشفعه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر، ما أمسك، فر إلى اليمن ثم رجع وأسلم. وقصة إسلامه عجيبة، وذلك أنه ركب البحر مع قوم فأصابهم عاصف، ريح في البحر سمى عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوه أي لله، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. عجيب أمر المشركين، آلهتهم هنا لا تغني، متى تغني؟ لما يكون في سعة يدعون الآلهة، ولكن لما تأتي الشدائد لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أخلصوا فإنه لا ينجيكم إلا الله، وهم مشركون. ولكن الآن الناس، لو نظر الإنسان في حال كثير من مشرك الناس الآن ممن يدعون الإسلام، إذا اشتدت الأمور أشركوا بالله تبارك وتعالى وسألوا غيره سبحانه وتعالى.
فلا شك أن المشركين في ذلك الزمان هم أحسن حالا منهم. إذا قال ابن القيم مشرك الزمان الأول أهون من مشرك زماننا. الشاهد أنهم قالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فتنبه أكرم لهذه الكلمة وقال لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأما عبد العزة ابن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله. وأما مقياس بن صبابة فكذلك قتل، قتله نميلة ابن عبد الله. وهذا مقياس كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك وقتل رجلا من الأنصار ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي بن أبي طالب والحارث بن نفيل بن وهب. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد آذى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، ولكنه فر ما أدرك ما عكرمة فر ثم أسلم. طيب، وأما القينتان فقتلت إحداهما والأخرى استؤمنت ثم أسلمت وتابت. وسار قيل أسلمت وتابت وقيل قتلت. صفوان بن أمية قلنا إنه جاء في يوم الخندمة يريد أن يقاتل وكان يأبى الإسلام، ولكنه لم يكن ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش ففر. واستأمن له عمير بن وهب الجمحي فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين، قال أنت بالخيار 4 أشهر، يعني ما أراد أن يسلم يبي ينحش. فقال يصعدني شهرين يعني يفكر في أمري، قال خذ 4 أشهر. ثم بعد ذلك أسلم، وكانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما السابق. بعد ذلك في اليوم الثاني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال لا يعضد شوكه أي الحرم ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، قال إلا الإذخر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد هنا صلوات الله عليه في بالنسبة للحرم، أن الحرم فمن دخله كان آمنا، نبه النبي إلى هذه القضية. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه لا يعضد شوكه أي لا يقطع ولا ينفر صيده حتى لو لم يصد، تنفير مجرد التنفير لا يجوز، ولا تلتقط ساقطته اللقطة، وجد واحد دينارا أو ريالا أو غيرها من العمال لا يجوز له أن يأخذها من مكة إلا يعرفها، أما يأخذها فلا يأخذها أبدا. قال ولا يقتلى خلاه أي البر لا يؤخذ منه شيء. قال عباس إلا الإذخر نبات كان يستخدمونه يعني للموتى وللبيوت السقوف يضعونه، قال إلا الإذخر صلوات الله وسلامه عليه. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال أكتب لي يا رسول الله، فقال أكتبه لأبي شاه. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها دليل على جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، لكن ما دخل محرما صلوات الله وسلامه عليه. أما من أراد مكة لحج أو عمرة فإنه لا يدخلها إلا محرما.
أما من دخلها لغير حج وعمرة فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، كسواق التاكسي مثلا، ومن أراد تجارة أو من أراد يزور مريضا ولا يريد عمرة ولا حجا، فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، وذهب آخرون أنه لا بد أن يحرم. لكن من كان بمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين ويفطر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة، غزوة الفتح، فتح مكة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. ومن زعم أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة فهو إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون جاهلا، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي حرم نكاح المتعة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا متفق عليه، أي لحوم الحمر الأهلية نهي عنها يوم خيبر، أما متعة النساء ففي الفتح. وعن ثبر بن معبد رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم، وحديث علي متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء 3 أيام، عام أوطاس ثم نهى عنها. رواه مسلم، عام أوطاس وعام الفتح. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مجال ذكرها. طيب، لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح صلوات الله وسلامه عليه، بعث خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وبعث عمرو بن العاص ليهدم سواعا، وبعث سعد بن زيد ليهدم مناه. هذه أصنام الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا ويهدموها. خرج خالد بن الوليد قبل نهاية رمضان بخمسة أيام إلى العزة، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع كنانة، يعني العزة هي لقريش. ولذلك أبو سفيان في غزوة أحد بعد أن انتهت المعركة قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فالعزة هي صنم قريش، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بنو شيبان، وكان سدنتها بني شيبان. فخرج إليها خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها، فهدمها، هدم العزة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، هدمتها وجئت. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فاهدمها. فرجع خالد رضي الله عنه قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، وهي الظاهر هذه جنية التي كانت مع العزة. فجعل السادن يعني المسؤول عنها، لها سدن خدم يخدمونها، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها 2، قطعها نصفين. ثم رجع إلى رسول فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. انتهى. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل، على 3 أميال من مكة. فلما جاءه عمرو بن العاص قال له السادن: ماذا تريد؟ قال: أمرني رسول الله أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. عجيب، قال: لا تقدر على ذلك. قال: لما؟ قالت: تمنعك. قال: حتى الآن أنت على الباطل؟ إلى الآن ما عقلت؟ وإن حكى فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا إليه فكسره، وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيها شيئا. ثم قال: كيف رأيت؟ منعت؟ قال: أسلمت لله. خلاص ما في حد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت للأوس والخزرج. فلما انتهى إليها سعد قال له سادتها أو سدنتها: ما تريد؟ قال: أريد هدم مناه. قالوا: أنت وذاك،
حاول. فأقبل فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة كذلك ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادن: منات دونك بعض عصاتك، يعني هؤلاء عصات، يلا استلميهم افعلي شيئا بهم. فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره. وكانت يعني السدنة تقول للعزة ومنات وغيرها: دافعي ادفعي. أبدا، كما قيل: يا عزة شدي شدة لا سواكها على خالد، ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتلي المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. إنها أصنام لا تغني شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهكذا فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعاد إليها بعد أن أخرجه قومه منها صلوات الله وسلامه عليه. كان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه والنواحي، وهو فتح عسكري وفتح اجتماعي وفتح ديني وفتح من أوجه كثيرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان فتحا من كل وجه، بعده دخل العرب أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. وذلك أن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لقريش، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في الخير والشر. ولذلك صار من القواعد المؤصلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش لكونهم قادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش.